السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم، أهلا ومرحبا بحضراتكم في اليوم الثاني للملتقى الثالث للمسؤولية المجتمعية للشركات، والذي يأتي تحت عنوان دور القطاع الخاص في دعم البرامج الاقتصادية الشامل لتحقيق التنمية المستدامة. جلسات الأمس الأربعة كانت مثمرة وكانت أكثر من رائعة، واليوم أيضا لدينا أربع جلسات في غاية الأهمية. اليوم ذاخر بالجلسات والكلمات والجوائز. البداية دائما ستكون، والجلسة الأولى التي تأتي تحت عنوان الخطة الاستثمارية للمحافظات المصرية، يدير الجلسة الدكتور خالد عبد الحليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة تكامل، المتحدثون بالتأكيد الأستاذة منال شاهين رئيس قطاع البرامج صندوق تحيا مصر، الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشاري الرئاسي للتنمية الاقتصادية، الأستاذ حسين شكري رئيس مؤسسة شفا الأورمان لعلاج الأورام، والأستاذة النائبة منال ماهر الجميل عضو مجلس النواب. بنستسمح أستاذ خالد والسادة المتحدثين بالصعود إلى هنا. بالتأكيد محاور الجلسة ستكون خطط حكومية تحتاج إلى دعم، وقدرة المحافظات على جذب الاستثمار، كيفية خلق قيمة مضافة لكل المحافظات المصرية. الجلسة الأولى والتي تتضمن خطط حكومية تحتاج إلى دعم، أيضا قدرة المحافظات على جذب الاستثمار، كيفية خلق قيمة مضافة لكل المحافظات المصرية، وأخيرا آليات التكامل بين خطط الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بالمحافظات. الجلسة الأولى تحت عنوان الخطة الاستثمارية للمحافظات المصرية، يدير الجلسة الدكتور خالد عبد الحليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة تكامل. تفضل يا فندم. صباح الخير عليكم جميعا. بنرحب بحضراتكم وبرحب بالسادة المتحدثين. احنا معانا يعني تنوع من الشخصيات العامة، سواء كانت ذات الصلة بالإدارة الحكومية للدولة أو المجلس النيابي أو القطاع الخاص، فيعني عندنا كافة الأطياف. يغيب عن جلستنا فقط السادة المحافظون باعتبار ان هم كانوا هيمثلوا الإدارة المحلية، اللي احنا هنا اعتقد بنلقي الضوء في الجلسة دهيا على بعد مهم جدا لموضوع الاستثمار، وهو الاستثمار في المحافظات المصرية. أنا يعني أعتقد الأستاذ قدم السادة الحاضرين، ولكن سريعا برضو إحنا معنا على شمالي دكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصي الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية والمدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية. أهلا بك دكتورة عبلة. أستاذة منال شاهين رئيس قطاع البرامج بصندوق تحيا مصر، وطبعا ليها خبرة عريضة في صندوق تطوير المناطق العشوائية. أهلا بحضرتك. أستاذة منال ماهر الجميل عضو مجلس النواب، وليها طبعا خبرة طويلة في مجال التنمية في هيئة كير وغيرها. أهلا بك أستاذ منال. الأستاذ حسين شكري رئيس مؤسسة شفاء لعلاج الأورام ورئيس مجلس إدارة شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار. أهلا يا فندم. احنا اتفقنا على مجموعة من ثلاث محاور للحوار، هطرحهم بشكل سريع وهدي الكلمة لكل واحد من السادة المتحدثين
يعني يكلمونا عنها. أعتقد لما بنتكلم على الاستثمار في المحافظات، قبل ما نتكلم على خطط، بنتكلم في الأول، المحور الأول هو رؤية وتوجه الحكومة المركزية لدعم الاستثمار في المحافظات ودعم التنمية الاقتصادية المحلية. كلنا نعلم أن إدارة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في مصر تدار بشكل مركزي حتى الآن، ولكن هناك جدية وتوجه سياسي قوي لأن التنمية الاقتصادية تصبح تنمية إقليمية موطنة في أقاليم، ويشارك فيها مش بس السكان المحليين، ولكن يشارك في إدارتها الإدارة المحلية. ده باين جدا في المشروعات القومية الإقليمية زي محور تنمية، مشروع تنمية محور قناة السويس، مشروع المثلث الذهبي، مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، كلها مشروعات موجودة في أقاليم والمحافظات ممكن يكون لها دور. بعد مؤتمر الاستثمار الناجح لشرم الشيخ كان في توجه قوي لعقد مؤتمرات لاستثمار في المحافظات، ومحافظة مطروح كانت بدأت بهذه المبادرة، وكان في جهد لوزارة المال المحلية أن هي تعمل مؤتمر لاستثمار في الصعيد. فده توجه الحكومة، القيادة السياسية بتسعى ليه أن يبقى في توطين للاستثمار في المحافظات. السؤال هنا، هل هذا التوجه تحول إلى سياسة، ومن سياسة إلى الجانب التشريعي ثم إلى الجانب التنفيذي بقدر كافي ولا لا؟ وإيه هي الدلائل والمؤشرات على جدية تنفيذ أو العمل وفق هذا التوجه؟ في نفس الوقت المحور الثاني موقف وتجارب الإدارة المحلية. السؤال هنا اللي بيطرح، طبعا كنا نحب السادة المحافظين يعقبوا معنا، ولكن الحاضرين لهم خبرات في العمل في المحافظات، هل أصلا المحافظات ترى لنفسها دور في جذب الاستثمار والترويج للتنمية الاقتصادية المحلية؟ وإذا كانوا شايفين هذا الدور، هل عندهم القدرات الإدارية والفنية لهذا العمل ولا لا؟ وإذا كان في تجارب ناجحة في المحافظات في هذا المجال ودور الإدارة المحلية فيها. المحور الثالث والأخير هو تصور أو رد فعل القطاع الخاص. هل القطاع الخاص يفضل أن الاستثمار يكون بيدار مركزيا عشان تعامله مع الوزارات أسهل، ولا يدار من خلال المحافظات والعمل مع الإدارة المحلية؟ وإيه هو المطلوب أو إيه القطاع الخاص يحب أن هو يشوفه عشان يحصل جذب للاستثمارات في المحافظات؟ وإيه الدور اللي ممكن يلعبه القطاع الخاص في دعم هذا الموضوع؟ على خلفية الثلاث محاور دول ومجموعة الأسئلة هنبدأ الكلمة، يعني هنعطي حوالي من 3 لـ5 دقائق لكل متحدث، مع حرية الكلام حوالين كل محور أو اختيار محور من المحاور الثلاثة: دور توجه الحكومة المركزية، دور الإدارة المحلية والمحافظات، ودور القطاع الخاص ويعني مطالبه أو لترويج الاستثمار. نبدأ بدكتورة عبلة، تفضلي. شكرا دكتور خالد، ويسعدني ان انا اكون موجوده في المؤتمر معاكم لاهميته المسؤوليه المجتمعيه للقطاع الخاص. انا هعلق بشكل سريع في خلال المده المتاحه 3 دقائق على الثلاث محاور، يعني بكلمه سريعه هنا وهنا وهنا. انا بس عايز اقول حاجه في الاول، حكايه المسؤوليه المجتمعيه للقطاع الخاص دايما بتدي احساس ان القطاع الخاص بيتعطف بشيء بيعمله عشان خاطر يساعد، وهو يعني جاي على نفسه فيه. في واقع الأمر ممكن نكون بنتكلم على مشاريع بيستفيد منها القطاع الخاص أيضا، يعني وين وين سيناريو، الجميع مستفيد، المجتمع مستفيد، الحكومة مستفيدة، والقطاع الخاص مستفيد أيضا. وده يعني منظور أعتقد إحنا لازم نبص فيه، خصوصا بنتكلم في موضوع المحليات. استعداد الدولة والاهتمام بالتنمية المحلية ظهر من أيام الدستور، وأنا كنت من الناس اللي بشرف إن أنا كنت الناس الموجودين في كتابة الدستور، وعاملين إحنا باب بالكامل مخصوص للامركزية اللي هي على أساسها ممكن يتحقق الكلام ده. في اتجاه زي ما دكتور خالد قال، في مشروع القانون بتاع التنمية المحلية اللي المفروض إن هو في البرلمان في إطار الإعداد. الرؤية البعيدة موجودة، الاستعداد السياسي موجود، لكن في واقع الأمر إذا ما كانش القانون ده هيمكن المحافظات بحيث أن يحصل لها مركزية حقيقية، مش هيبقى فيه إمكانية لجذب الاستثمارات. يعني مش كفاية أن احنا نعمل قانون، لازم يكون فيه استقلال مالي للمحافظات، ولازم يكونوا ممكنين.
وهي دي بقى النقطة الثانية، هل الـ 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 هل المحافظات لاقية ان هي عندها قدرة ان هي تعمل حاجة وعندها استعداد ان هي تجذب؟ لازم تكون ممكنة الاول عشان تقدر تجذب، لازم يكون عندها موارد ولازم يكون عندها قدرة على اتخاذ القرارات. حاليا الموارد بتاعة المحافظات اللي في ايدها لا تمثل اكتر من 5% من الفلوس المخصصة ليها، الباقي بيخصص مركزيا ومهماش ممكنين تشريعيا. النقطة المهمة جدا انه عشان خاطر نتكلم على اي استثمار من اي نوع لازم يكون الاول في معلومات متاحة عنه، يعني خريطة الاستثمار بتاعت مصر كلها لازم تكون واضحة، لازم يتشاف ايه الامكانات في المحافظات المختلفة عشان نبتدي نتكلم على جذب، بدل ما نكون بنجذب مشاريع مختلفة في الاتجاهات المختلفة من غير ما تكون الرؤية واضحة. القطاع الخاص مش عايز اكتر من ان مشاكله تتحل، يعني هو مش مشكلته مش يقول لك انا عايز اتعامل مع الحكومه المركزيه او مع الحكومه المحليه، القصه مش قصه ايه الاليه، القصه قصه هتتحل المشاكل بتاعتي ولا لا. احنا ممكن نخلق فرصه استثماريه كبيره جدا ويجي مثلا موافقه الدفاع المدني ودي من الكوارث تروح موقفه المشروع كله. هل هناك تجارب ناجحه على مستوى المحليات؟ هناك تجربه جيده جدا وانا احب اتكلم عليها يمكن في السكند راوند عشان اخد بس وقتي فيها، اللي هي التجربه بتاعه وظيفتك جنب بيتك، تجربه جيده جدا اتعملت في القليوبيه في خلال 13 مصنع، اعتقد انها نموذج ناجح جدا للتعاون ما بين الحكومه وما بين القطاع الخاص وفي بتحقق عداله اجتماعيه كبيره جدا والجميع مستفيد والجميع كسبان في نموذج اقتصادي سليم بيحقق عداله اجتماعيه. شكرا دكتورة عبلة لتغطية المحاور وللإيجاز. هنقل الكلمة لأستاذة منال. جميل، تفضلي حضرتك. الحقيقة استكمالا للكلمة الجميلة بتاع الدكتورة عبلة، يعني هو مش بس ان احنا بنطلع قوانين سواء كانت المحليات او الاستثمار، ولكن كمان نمرة واحد ازاي نعمل الخطط الاستثمارية بالتشارك مع المجتمع المحلي بحيث أن يشارك جميع فئات المجتمع في صياغة هذه الخطط ويكون ملتزم بها. يمكن في الوقت الأخير تم صياغة مجموعة من الخرائط الاستثمارية على مستوى المحافظات المحلية، وأعتقد أن في سياق أنها تعرض أو هتبقى منشورة كلها على الإنترنت بحيث أن أي مواطن يقدر يطلع على ما هي المزايا التنافسية لكل محافظة، الخرائط الاستثمارية لهذه المحافظة القابلة للتطبيق خلال الفترة اللي جاية. كمان ممكن يكون في دراسات جدوى ملخصة عن هذا، بنسعى ان يكون كمان في قصص النجاح لقصص مثيلة ازاي تبقى منشورة ودعم بجهاز معلومات بيؤهل هذا ان يكون هذا المشروع او هذه المعلومات اللازمة لانجاح هذه المشروعات، لان المشكلة الاساسية عندنا في المعلومات. الحاجة التانية مش بس القوانين، آلية المحاسبة والمتابعة وتنفيذ هذه القوانين، لأن الحقيقة إحنا بنستصدر قوانين كتير جيدة، ولكن علشان ننمي الاقتصاد المحلي مش فقط إن إحنا نشجعه بحوافز استثمارية مصاغة في قوانين، ولكن إن إحنا نفعل الآليات اللي على الأرض. يعني قانون الاستثمار صدر في الشباك الواحد لتراخيص المشروعات اللي موجودة في المحافظات بحيث ان هي خلال شهر كحد اقصى المفروض يكون هذا المشروع تم استخراج الرخصه بتاعته، ولكن لا توجد محاسبه. لما رحنا المحافظات بنلاقي ان في شباك الواحد كان فتح عندنا في سوهاج قبل المشروع بحاجه بسيطه ولكن غير مفعل قبل ما يدرس مشروع القانون، ولكن طلع طبقا لمشروع القانون ولكن لم يفعل. فبالتالي احنا محتاجين ان تبقى في اليات محاسبه على الارض قويه علشان نقدر نفعل الخرائط الاستثماريه. برضو الإعلان عن أسعار الخدمات وأسعار الحصول على هذه الخدمات، لأن برضو جزء كبير معطل للاستثمار المحلي إن إحنا دايماً عندنا غياب لكيفية الحصول على المعلومات أو الخدمات وكيفية تسمين هذه الخدمات. ويمكن الحقيقة برضو مؤخراً وزارة التخطيط أصدرت دليل مكتوب ولكن في سياق إن هي تحطه أونلاين على كل الخدمات التي تخص المستثمر أو حتى المواطن العادي، من أول استخراج عقد الشقة إزاي هيسجل عقد الشقة، الأوراق، التسعيرة بتاعته، العربية، المكان، أي حاجة تخص الرخصة بتاعت المشروع الاستثماري، جميع الخدمات اللي ممكن يتعرض لها المستثمر
من خدمات بسيطة إلى خدمات كبيرة، والمواطن العادي موجودة في الدليل بتفاصيل إن أنت لما تروح المكان الفلاني يبقى معاك الورق، التسعيرة بتاعتها، الإطار الزمني. أعتقد ده هيسد برضو فجوة كبيرة من الفساد وهيساعد كثيرا على الاستثمار المحلي. حاجة أخيرة، عشان الاستثمار المحلي ينجح ليه بعض السمات. نمرة واحد، مش بس توفير المال، إزاي أن أنا أحافظ على المال بتاع المحافظة يستثمر داخل المحافظة بالإضافة لجذب استثمارات جديدة، ولكن أحافظ إزاي أني أكون بيئة جاذبة لأولاد محافظتي الأول، لأن ده الحقيقة غير حادث في الوقت الحالي. حاجة تانية، توفير الكوادر والموارد البشرية من خلال ربط المشروعات اللي أنا بتكلم عليها، أنا مشروعات ذات صفة تنافسية، إزاي يبقى عندي عمالة مدربة، لأن دي من أكبر العوامل المنفرة للاستثمار. إن هو يعني كثير من مصانع السيارات جت عشان تشتغل في مصر ما وجدتش العمالة المدربة، بطلت تشتغل في مصر. فإزاي إن أنا يبقى عندي ربط ما بين الخريطة الاستثمارية وبين إن أنا أجهز لها العمالة المدربة المهنية في المقابل. ثالث حاجة، إزاي إن أنا أوفر بيئة المعلومات جوه المحافظة بشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع الحكومي، بحيث إن تبقى فيه مركز معلومات في كل محافظة على المستوى المحلي بيقدر يوفر لي أبحاث عن نوعية المستفيدين الموجودين في القرية، شكل الأسواق، أنواع المستهلكين، كل ما يخص أبحاث السوق اللي تقدر تشجع المستثمر إنه لما يدخل عنده كافة المعلومات اللي هيقدر يشتغل عليها. أيضا مش فقط الدراسات والمعلومات عن ما هو متاح، ولكن كمان عن الموارد الطبيعية الموجودة اللي داخل المكان اللي بتمثل ميزة تنافسية، فبالتالي يبقى عنده كل المدخلات العملية اللي يقدر يضمن إن هو هيقدر يستثمر محليا بيها بطريقة قوية. الاستثمار في المرافق، الاستثمار في المية، الاستثمار في كل عوائق، لأن كل ما كانت البيئة جاذبة وكل ما كانت البيئة ممهدة لاستقبال الاستثمار، كل ما كان إنما الاستثمار المحلي. التشجيع على شراء والتعامل مع المنتجات المحلية وعمل كلاسترز ما بين الصناعات المغذية والصناعات المكملة، إزاي أربط مجموعة المستثمرين ببعض. هذه الآليات جميعا لما بتشتغل مع بعض، لما يكون في شبكة معلوماتية قوية، بنقدر إن احنا نفعل إن الاقتصاد المحلي والتنمية المحلية يكون في نمو أكبر. أكتفي. شكرا. شكرا يا أستاذة منال. هدي كلمة لأستاذة منال شاهين للتعقيب، تفضلي. أنا مش هكرر الكلام اللي تقال طبعا، لأن احنا كلنا بنتكلم في محور واحد، ولكن احنا دايما بنقول لما بنتكلم على تنمية الاقتصاد المحلي، يعني أنا بنمي موارد في محافظات بتعاني من الفقر، وبيبقى الفئات المستهدفة لينا أساسا بتبقى الفئات المهمشة، يعني الفئات اللي موجودة في القرى. لكن أرجع أقول طيب احنا هنعمل إيه في تنمية الاقتصاد المحلي؟ هل عندنا تحديات؟ طبعا عرفناها وكلمنا فيها وبقالنا نتكلم فيها 30 سنة، لكن هنعمل إيه في اللي جاي؟ احنا دايما بتقابلنا مشاكل، يعني احنا لما بنشتغل مثلا كصندوق تحيا مصر في خطط عاجلة على المحافظات بتقابلنا بعض المشاكل وحاطين الحلول. احنا لحد النهاردة ما عندناش دراسة وافية لكل محافظة، بحيث ان انا اقول المحافظة دي طبيعة الطبوغرافيا بتاعتها ايه؟ طب مصادر الطاقة، طب مصدر الري المائي موجود ولا مش موجود، طب حجم الآبار فين، طب في خريطة لمشاكل مثلا زي مخرات السيل في المحافظات ولا لا، طب في خريطة للصناعات الصغيرة، طب هل الخريطة بتتضمن الفاقد الزراعي اللي هو الويست من المنتجات الزراعية؟ ده ثروة لوحده، ده لو اشتغلنا عليه بس في المحافظات هيعمل ثروة كبيرة جدا. هل الخرائط دي موجودة؟ هل المعلومات دي موجودة؟ كلنا عارفين ان قطاع الصناعات الصغيرة الغير منظم في مصر قد يكون تجاوز 75% من البرايفت سيكتور، لكن عملنا ايه عشان نشتغل عليه في المحافظات؟ دي مشكلة قائمة وما زالت قائمة. تمويل الصناعات الصغيرة علشان نقول ان احنا هنعمل قاطرة للاستثمارات من بداية الفيدنج اندستريز اللي هي الصناعات المغذية، احنا ما عندناش تحليل لكل صناعة موجودة في كل محافظة بتبتدي من الصناعة الكبيرة،
للسكيل بتاعها بنزل للصناعات الصغيرة وبنزل على الصناعات المغذية، علشان بناء عليه لما اجي اعمل خطة عاجلة للتنمية الشاملة في المحافظة اقول انا عايزة مراكز حرفية شكلها ازاي، عايزة اعمل منطقة حرة للصناعات دي ولا لا، عايزة اعمل مراكز تسويق ولا لا. فدايما عندنا مشكلة لما بنيجي بننمي الاقتصاد المحلي بتقع في حاجة واحدة، البيانات، البيانات التفصيلية مش البيانات العامة. لازم يبقى فيه بيان تفصيلي مش مجرد بيان عام. لما هعمل خريطة استثمار، طب أنا محتاجة أعمل جذب استثمارات، محتاجة أعمل جذب الاستثمار في المحافظات، بس لازم أدي البيئة اللي تساعد على هذا الجذب. نمرة واحد المرافق يا جماعة، الطرق، البنية التحتية، مصادر الطاقة دي مهمة جداً، طبيعة المحافظة، هل الطبيعة ثقافية ولا صناعية ولا زراعية، وهل عندنا النوها واللي ينزل يشتغل على هذه الصناعات ولا لا. دي كانت دايما فكرتنا أو فلسفتنا لما بنيجي نشتغل على خطط العجلة. وإحنا الحقيقة بدينا في 3 محافظات، أنا مش هتكلم على إنجازات الصندوق، ولكن بنقول إن إحنا واجهنا هذه المشاكل. الفلوس موجودة يا جماعة لتمويل الصناعات، سواء السمول أو الميديم أو حتى المايكرو، ولكن الفاليو تشين اللي احنا نشتغل بيه علشان نقول فعلا هننمي الاقتصاد المحلي لسه غير واضح. الحاجة التانية، احنا النهاردة المحافظات عندنا مشاكل في اللامركزية، مش كل محافظة المحافظ صاحب الولاية على الأراضي، احنا في مشكلة في الولاية على الأراضي داخل المحافظات. القرار بالنسبة لبعض المديريات مازال مركزي تابع للوزارة مش تابع للمحافظ، دي تبان انها مش معرقلة، لا هي معرقلة للاستثمار ومعرقلة لتنمية الموارد ومعرقلة في اتخاذ قرار على مستوى المحليات. شكرا يا استاذ منال. استاذ حسين شكرا، اتفضلي. صباح الخير جميعا. انا يمكن تجربتي مختلفة شوية لانه جاي من القطاع الخاص واشتغلت طول حياتي المهنية في القطاع الخاص، و يعني الباك جراوند بتاعي في مجال الاستثمار، وتعلمت في ده المثابره والاصرار على النجاح، وان الواحد ما ييأس قدام العقبات اللي بتقابله. انا وافد جديد للعمل في المؤسسات الخيريه، بدات من حوالي 5 سنوات بتاسيس مؤسسه شفاء اللي هي تعاونت مع جمعيه الأورمان فيما بعد، وعملنا سوا مستشفى شفاء الأورمان في الأقصر، وهي مستشفى متخصص في علاج الأورام. تكلفت المرحلة الأولى إلى الآن حوالي 300 مليون جنيه، والمرحلة الثانية إحنا بننفذها الآن وستتكلف أيضا 300 مليون جنيه، يعني الإجمالي هيكون حوالي 600. مستشفى حاليا بيعالج حوالي 100 شخص ما بين إشعاعي وكيماوي في اليوم الواحد. طبعا هذه الأرقام هتتضاعف لما نفتح المرحلة الثانية اللي هيكون فيها إن شاء الله غرف عمليات، إجراء عمليات، و22 وحدة عناية مركزة. هيبقى مستشفى متكامل، يعني زي ما بنشوفه في أي مكان في العالم على أحدث مستوى. الأجهزة اللي موجودة في المستشفى هي أجهزة موجودة اللي موجودة في آخر تكنولوجيا موجودة في الولايات المتحدة أو في أوروبا. ولكن أنا في خلال عملي في المؤسسة يعني تكونت لدي بعض قناعات، لقيت أنه قد يكون من المفيد أن أنا أشركهم فيها، لأنه دي يكون مفيدة يمكن لمؤسسات تكون لسه بتكون أو مؤسسات ناشئة، يمكن ما تكونش مفيدة للناس اللي هي مخضرمة وقديمة في العمل الخيري. ولكن أنا أول حاجة تعلمتها أنه لابد من جذب أفضل الكفاءات والكوادر لهذا العمل. كون أنه هو عمل غير هدف للربح مش معناه أن احنا نتنازل عن الكفاءة والجودة، لابد أن نجذب أفضل الكوادر عشان نحقق أفضل النتائج. ما ننساش أنه المؤسسات الخيرية مؤتمنة على أموال المتبرعين، وهي زي بالضبط البنوك المسؤولة عن ودائع العملاء. لا، أنا أقول الأكثر إحنا لازم نكون أكثر حرصاً على هذه الأموال، ولذلك لابد يكون عندنا أفضل الناس. الحاجة الثانية اللي تعلمتها إنه لازم
زي أي مشروع هادف للربح لابد أن يتم دراسة المشروع بعناية، وتدرس تكلفته وتدرس مصادر تمويله وفترة زمنية لإنجازه، وفي نفس الوقت مين سيتولى الإدارة بعد ما يتم المشروع. لابد يدرس الموقع اللي هنعمل فيه المشروع بعناية عشان نتأكد الاستفادة القصوى للمجتمع من وجود المشروع في هذا المكان. طبعا نقطة مهمة جدا مواضيع الإدارة، أنا يعني بعطيها أهمية قوية جدا. إحنا لما جينا بدأنا لابد أن تبدأ المؤسسة على أساس سليم، لابد يكون في هيكل إداري وفي يعني بيضع الوظائف موضوع معد بطريقة احترافية في الوظائف المختلفة ومسؤولية كل شخص يشغل الوظيفة، يكون في دورة مستندية سليمة تضمن سلاسة العمل وسهولة الرقابة عليه. لابد يكون في مجلس أمناء يضع السياسات ويتم مناقشة البدائل المختلفة، يعني هو مجهود فريق وليس مجهود شخص بعينه حتى نضمن أفضل النتائج. النقطة كمان نقطة تانية مهمة، انه عمل الخير ده عمل يقوم على الحب والعطاء وخدمة الآخر، فلابد ان تختفي الأنا تماما. الأنا دي مش مفروض تكون موجودة في القاموس، لانه العمل الاجتماعي ما هواش وجهة اجتماعية ولا حب للظهور. فيعني لابد ان يذوب الجميع في واحد، ويكون هدف المشروع ونجاحه هو الهدف الأول والوحيد. الحاجة الأخرى اللي عايز أتكلم عليها هي موضوع التمويل، وأنا شايف أن في المرحلة القادمة لابد أن تتوجه المؤسسات الخيرية إلى الخارج للحصول على تبرعات. وأنا أعتقد أنه 57 مثل يحتذى به في هذا الخصوص، بس لابد المؤسسة الخيرية تقدم نفسها بشكل احترافي. هناك عدد كبير من المؤسسات الخيرية اللي موجودة في المنطقة العربية تحديدا وفي الخارج عموما بيشجعوا العمل الأهلي البعيد عن الحكومة، بيشوفوا انه ده مجهود يستحق المساعدة والتعاون معاه. ولذلك لابد انه المؤسسات الخيرية تتوجه للخارج من خلال القنوات الشرعية، من خلال وزارة التضامن والقنصليات المصرية في الخارج. نقطة أخيرة على موضوع التمويل، أنا شايف أنه ما أعرفش حضراتكم تعرفوا ولا، ولكن هيئة الرقابة المالية أصدرت فصل جديد في قانون سوق المال يسمح بإنشاء مؤسسات، يسمح بإنشاء صناديق استثمار خيرية. وأنا أفتكر المستقبل هيكون لده، يمكن التشريع اللي طلع ما هوش على الوجه الأمثل اللي احنا اللي يساعد الجميع، ولكن هي خطوة في هذا في الطريق الصحيح. وأنا شايف أن المستقبل هيكون للصناديق، هذه الصناديق اللي هتكون يتم المراقبة عليها من وزارة التضامن، من هيئة الرقابة المالية، ويكون في إفصاح ربع سنوي بحيث أن المتبرع يقدر يشوف بالضبط أمواله اللي تبرع بها راحت على فين. وأنا أعتقد كلما كنا نفصح عن نشاطنا وعن أوجه إنفاقنا، أنا أعتقد أنه كل ده هيزيد التبرعات. وشكرا. شكرا أستاذ حسين. أنا أعتقد إحنا قبل ما نفتح بس باب التعليقات من السادة الحضور والأسئلة، إحنا ماشيين كويس في الوقت، فأنا هرجع تاني للدكتورة عبلة عشان محتاجين البعد المحلي والسادة المحافظين مش معنا، فهطلب من حضرتك تكلمينا على التجربة اللي حضرتك ذكرتيها، وظيفتك جنب بيتك، باعتبارها نوع من أنواع توطين النشاط الاقتصادي والاستثمار في المحافظات. نسمع من حضرتك. شكرا يا فندم. مشروع وظيفتك جنب بيتك الحقيقه يعني نموذج جميل، انا هخليكم تحكموا عليه بعد ما تسمعوه. فكرته موجوده من 4-5 سنين، واللي خلانا نفكر فيها اصلا حكايه انه المصانع في المناطق الصناعيه بتعاني من ندرة في العمالة المدربة، مش لاقيين ناس تشتغل، كل القطاع الخاص بيعاني من هذا. وفي نفس الوقت لو رحت شفت الشباب في الريف وفي المحافظات المختلفة هتلاقيهم
هم كمان مش عايزين يشتغلوا، مش عشان مش ما لهمش رغبه في الشغل، لكن لما بتتكلم معاه بيقول لك والله المرتب كذا، على ما اروح في حته بعيده جدا المواصلات هتاخد وقت رهيب، اليوم ضايع والمبلغ مش هيخليني بأي صورة من الصور. ففي مشكلة هنا وفي مشكلة هنا، ومن هنا جت فكرة حكاية وظيفتك جنب بيتك دي، ان انا اقرب الشغلة منه وبالتالي اقدر اوفر العمالة للمشاريع الكبيرة، وفي نفس الوقت اخلي هو عنده فرصة في الحياة ان هو قادر يعيش وشغلته قريبة منه والمرتب بتاعه حتى لو كان مواش مهول، لكن مجرد ان هو قريب منه ده بيوفر له حاجات كتيرة جدا جدا. المبادرة دي تنفذت بالفعل في محافظة القليوبية، واللي اشتغلوا عليها المجلس الرئاسي التخصصي التنمية الاقتصادية اللي أنا بشرف برئاسته وتبناها السيد الرئيس، وفي تنفيذها في محافظة القليوبية كان معنا أحد النواب النائب خالد يوسف، والمحافظ في الوقت ده كان الدكتور رضا فرحات، ومكمل معنا سيادة المحافظ الحالي اللي هو محمود بيه العشماوي، ومعانا كمان المجلس التصديري للملابس الجاهزة. فكرته سهلة جدا، ان الارض ملك المحافظة، المحافظة بتبني مصنع، المصنع ده بيتأجر لمجموعة من شباب المحافظة بينتجوا منتج، المنتج في حالة القليوبية كانت ملابس جاهزة. لحد دلوقتي ده مشروع عادي قوي ما فيش فيه اي حاجة خالص، الجديد بس فيه ان هي عملية الايجار وليس التمليك، لكن اللي بنتكلم عليه هنا ان في اتفاق مسبق مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة بعض الشركات اللي فيه ان هي تشتري المنتج اللي طالع من هذا المصنع، مش بصورة التقليدية ان هم ينتجوا وبعدين بعد كده يعرضوا عليهم، يا اما ياخدوا يا اما ما ياخدوش، يا اما يجوا على نفسهم وياخدوا حاجة عشان جودتها مش عالية، اما دول شباب لسه بيبتدوا، لا مش كده خالص. نقطة البداية هي الاتفاق مع المصنع الكبير اللي موجود في المنطقة الصناعية ان هو يربط نفسه ان هو يقعد 3 سنين يشتري من هذا المصنع الصغير. طب انا على اي اساس هطلب منه كده؟ لان انا بقول له دلوقتي انا عايز اعمل مصنع يخدم عليك، المصنع ده المساحه بتاعته المفروض تكون قد ايه؟ هو اللي قال لي المساحه، الشكل بتاعه المفروض يبقى عامل ازاي، المكن اللي مطلوب جواه يكون عامل ازاي، يتحط ازاي، ايه نوع التدريب اللي عايز العماله تاخده، كل حاجه كانه بيعمل اكستنشن للمصنع بتاعه، بس ده موجود في حته بعيده، وده فعلا اللي اتعمل على مستوى ال 13 محافظه. اللي بنى عندكم هنا صعبه، اللي بنى المصانع هو الهيئه الهندسيه، الرئيس لما اتعرضت عليه الفكره كنا هنبتدي مصنع مصنع، وبعدين قال لا نعمل ال 13 مصنع كلهم مره واحده، واتعملوا في مجموعه من المراكز في المحافظه في المحافظه كلها. البيزنس موديل الشباب بيخدم قرض من البنك من مبادرة 200 مليار اللي هي فيها سعر الفايدة 5% متناقصة، يعني الفلات ريت 2.5%، كل واحد خد قرض حوالي 1,000,000 جنيه، هو ده اللي اتجاب بيه الأجهزة، ساعدناهم في مجايب الأجهزة، ساعدناهم في التدريب، ساعدناهم في كل المراحل، وده بتبني كامل من الشركة الراعية اللي هي المصنع الكبير، اللي هو بعد كده ما اجي اقول له تعالى امضي بقى على ورق ان انت هتشتري منهم لمده 3 سنين ما بيعترضش، لانه هو مصمم هذا المكان زي ما هو عايز بالظبط. فده الشق اللي مخليها فيها نجاح للجميع الاطراف بما فيهم المحافظه، لان هي بتبني مصنع وبتاجره فبيجي لها عائد من هذا الايجار. الشباب عندهم فرصه ان هم يمتلكوا مشروع عمر ما كان هيبقى عندهم الفرصه دي بسهوله، خدوا القرض من البنك بدون اي ضمان، الضمان هو المشروع نفسه. الشركة الراعية ما بتعملش CSR، الشركة الراعية بتعمل بيزنس، بتعمل بيزنس في واقع الأمر، لأن هي بدل ما تبقى قدرتها الإنتاجية 1,000,000 قطعة بقت 1.25 مليون ولا 1.5 مليون عشان استخدمت هذه المصانع. مساحة المصانع اللي في القليوبية، المصنع مساحته 1,000 متر، بيشغل 150 واحد كوظيفة مباشرة و150 واحد وظيفة غير مباشرة، يعني لو ضربنا الأرقام دي في 5 نعرف عدد المستفيدين. كل الموجودين فيها كانوا ناس ما بيشتغلوش خالص، فاحنا بنتكلم على قوة إضافية جيدة جدا. الشباب اللي تم اختيارهم علشان خاطر يديروا هذا المشروع أو يملكوا هذا المشروع هم مجموعة من 4، هم اللي بياخدوا القرض مع بعض مجتمعين، واحد له شيء من الخبرة في الإدارة، واحد في التسويق، واحد في البعد الفني، واحد في البعد المالي. الأربعة دول جم بإعلان نزل في المحافظة من شباب المحافظة لا يملكوا شيء حرفيا غير عزيمة ورغبة في العمل،
وانا بتكلم بالثقه لان انا مش بتكلم على شعارات ولا حاجه في الهواء. اتنفذت بالفعل في 6 مصانع موجودين حاليا في القليوبيه شغالين بقالهم 6 شهور شغالين. كان اصل الخطه ان المصنع الكبير الراعي يخليهم الاول يشتغلوا في الحاجات اللي هو بيبيعها في السوق المحلي، لكن عشان خاطر هم تفوقوا بمنتهى السرعه وعايزين ينجزوا بمنتهى السرعه، بعد 3 شهور ابتدوا يشتغلوا على الخط التصدير بتاعه، يعني ابتدوا يخشوا في المنتج التصديري. وفي يعني نتيجه لكده ال7 مصانع التانيين اللي هم دلوقتي الشباب بيتدربوا على الشغل فيهم بيتسابق عليهم في رعايتهم الاعضاء بتوع المجلس التصديري للملابس الجاهزه. فالتجربة تجربة جيدة ومستفيد منها الجميع، والمهم ان هي تجربة اقتصادية سليمة، فيش فيها دعم، فيش حد بيدعم حد، ده فيها قرض والقرض ده هيدفع وهم مسؤولين يدفعوه، بس انا بوفر لهم كل الوسائل اللي تخليهم يقدروا فعلا يدفعوه، ان هم يتدربوا، ان انا اخلي العبء المالي عليهم معقول ان هم بيأجروا الارض مش بيملكوها، وان انا ضمن لهم التسويق مش بطريقة فيها لو يدراع للقطاع الخاص أو بطريقة عشوائية، لكن باتفاق مسبق بشروط جيدة إن أنا عملت لك كل اللي أنت عايزه وأنت تبنيت وشوف المصانع الكبيرة حتى مهندسين للجودة لهم واقفين في المصانع بيشرفوا على الإنتاج. فهي تجربة جيدة حاليا. التجربة أعجب بها جدا وزير التنمية المحلية دكتور هشام الشريف، وحاليا ابتدت تنتقل للمحافظات الثانية. كفر الشيخ هيتعمل فيها 4 مصانع للملابس الجاهزة، برضو الدقهلية هيتعمل فيها مجموعة مصانع خاصة بصناعة جرارات الزراعية الكومبوننتس بتاعت الجرارات الزراعية، وحاليا بنشوف فرص لاستثمارية أخرى في قطاع الأجهزة المنزلية، في قطاع الأساس، في قطاع الصناعات الغذائية، والشرط أن تكون هذه المصانع ليس لها أي تأثير ضار بيئي لأنها قريبة من القرى، ودي نقطة مهمة جدا، ومعمولة على أراضي بور، مش ببوظ زراعة عشان أعمل عشان خاطر أعمل صناعة. فهي وبتحقق عدالة اجتماعية عالية جدا لأنها داخلة بقى في المحافظات فعلا للفئات اللي محتاجة تشتغل، واللي هي المحتاجة أن أنا أديها الدعم الكامل وأديها الفرصة. شكرا دكتورة عبلة للتوضيح. طيب احنا هنفتح الباب للسادة الحضور للمشاركة معنا في الحوار. هطلب من كل حد بس يعرف نفسه سريعا جدا ويقول تعليقه أو سؤاله باختصار، إذا كان سؤال عام أو موجه. بفكر حضراتكم مرة تانية بمحاور الحوار، احنا غطينا أجزاء كتيرة منها، توجه الحكومة المركزية ودورها، دور الإدارة المحلية والمحافظات، ودور القطاع الخاص و رد فعله لفكرة توطين الاستثمار والتنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات. تفضل حضرتك كده، أنا هبدأ كده ونتحرك كده. في حد بيحرك الميكروفون يا جماعة؟ دكتور جمال ذكري CSR consultant من شكرا ليك يا دكتور خالد، متعودين على أسلوبك المنظم والحياة. 3 أبعاد اللي حضرتك طرحتهم أنا عندي مازال عندي يعني ما لقيتش إجابة لل3 أبعاد وافية، فمازال عندي 3 أسئلة أو سؤال من 3 جوانب. هل في احتياجات واضحة محددة في المحافظات بتقول ايه هي الاحتياجات الفعلية للمحافظة، علشان كمان محتاجين الجراس روت يحسوا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية مصر 2030، واذا كان في خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للناس اللي on the ground، هل في خطة، هل في تحديد واضح للاحتياجات؟ نمرة 2، هل في خطة واضحة المعالم لتلبية هذه الاحتياجات، وهل هيعطى المحافظين حرية الحركة والتفكير خارج الصندوق لحل هذه المشاكل المتراكمة اللي بتحتاج الناس تحس بالتنمية فعلا في هذه البلاد؟ آخر حاجة، هل في آلية في المحافظات للتنسيق ما بين كل الجهود المطروحة، سواء جهود الحكومية أو جهود المحافظة نفسها أو جهود مؤسسات المجتمع المدني أو مبادرات رجال الأعمال؟ هل في آلية للتنسيق بين كل الناس دول بحيث أن رجال الأعمال لما يتواجدوا في أي مكان في أي محافظة يقدر يلاقي الـ Area of Needs والـ Area of Intervention اللي ممكن يخش فيها؟ شكرا. شكرا يا أستاذ جمال. تفضل هنا قدام دكتور علي.
ممكن حد بس من الأشرز يساعدنا نجيب ورق وقلم هنا كمان؟ ممكن ورق وقلم؟ صباح الخير. أنا المهندس محمد عبد الرازق، جنرال مانجر شركة بي بي اس. الحقيقة طبعاً أنا أول مرة أحضر حاجة زي كده، وفعلاً فوجئت إن في الكلام ده موجود. أنا كمهندس مركز جداً في مجال عملي ومجال شغلي، وكنت موظف في شركة ما، وخرجت وفتحت البيزنس بتاعي. فمحتاج أكبر البيزنس، محتاج يبقى فيه دعم، محتاج خصوصاً زي ما دكتورة عبلة قالت إن إحنا داخلين على مرحلة لازم نصنع الأجهزة الكهربائية بتاعتنا والصناعات المغذية. أنا محتاج أعمل حاجة زي كده، بس أنا مش عارفين التوجهات، يعني نتوجه فين ونروح لفين. وشأن المهندسين كتير نفس الكلام، مش عارفين نروح لمين أو نتكلم مع مين. فهي قصة كلها في كده، إن ما كنتش أنت تبقى مسؤول عن البيزنس بتاعك، مفيش حد هيقف جنبك. رجاء التوضيح. شكرا. تمام، شكرا جزيلا. دكتور علي هنا قدام. علي عوني من الجامعة الأمريكية. أنا سؤالي نوعا ما، لما بحاول بأن أنا أعمل upgrading لشركات صغيرة وحطها في value chains في شركات كبيرة، في خطورة على long run بأن أنا بعمل master slave model، بالذات في الملابس الجاهزة. cutting and sewing is a commodity. الشركة الكبيرة هي اللي بتتحكم في الماركتينج، في المارشندايزنج، في العقود، وعلى long run لو هي ما عندهاش شغل هتقفل الناس دي كلها. الاوفر فيتنج، انا بحط بان هل انا بدي الناس دي على اللونج ران الاوبشن بان هو يستقل بذاته، بان هو يكبر، بان هو يبقى ان اسوشيشن كوبرتيف ويكبر لوحده من غير الجراند دادي، ولا لا؟ لان انا في وجهه نظري لو ما عملتش كده يبقى ما بعملش تنميه حقيقيه. شكرا. شكرا دكتور علي. ننقل كده على النص هنا، في حد؟ طيب، في كذا ايد هنا، نبدا من قدام هنا. طب كنا نجيب ورقة تانية مساعد. حاضر. أحمد الصافي، مؤلف كتاب عن الجهاز الإداري للدولة، استشاري التحسين المستمر للمؤسسات العامة. هو ليه حضرتك سؤالين. السؤال الأولاني بالنسبة لآلات التكامل بين خطط الحكومة والقطاع الخاص لنهوض بالمحافظات، النسبة النهاردة ممكن نقول وصلت كام في المية؟ بنسبة 100% في هذه الجزئية. يعني إحنا النهاردة لو قلنا انه هل النسبة وصلت مثلا 30 في الاليات، 40، 50، 60، 70، 10، 5، النسبة كام دلوقتي؟ هل يقدر حد يحددها لنا؟ النقطة الثانية بالنسبة لكيفية خلق قيمة مضافة لكل محافظة. أساسا حضرتك بس لو تعيد النقطة الثانية، الصوت ما كانش واضح. السؤال الاولاني، أيوة، بالنسبة لآليات التكامل بين خطط الحكومة والقطاع الخاص لنهوض بالمحافظات، عشان نعرف احنا واقفين فين. حد النهاردة عنده انه يقدر يقول النسبة وصلت كام من 100%؟ يعني انا عشان احقق وصلت 20% من 100، 30، 10، 5، يعني انا واقف فين وفاضل لي ايه؟ دي سؤال. السؤال الثاني، كيفيه خلق قيمه مضافه لكل محافظه مصريه. هل في لجنه متكامله او مجموعه عمل متكامله من كل الاطراف المعنيه واصحاب المصلحه ان هم مسؤولين عن هذه العمليه، ولا العمليه دي بتتم ازاي؟ وهل في بيان لكل محافظه على مستوى الجمهوريه ايه اللي اتحقق فيه قيمة مضافة وايه اللي باقي، ودي خطة متكاملة في شق القيمة المضافة؟ شكرا يا فندم. تمام، اوكي، شكرا يا فندم. طيب هناخد ورا تعقيبين ثلاثة، وبعدين هنوقف خلاص الايات دي المرفوعة، وبعد كده هناخد بقى جولة تعليقات ونشوف اذا كان عندنا وقت بعد كده. إيه، طيب. انا محمد الجمل، مدير العلاقات العامة وتنمية المجتمع الشركة المصرية مسانكس. السؤال هو الدكتورة عبلة والأستاذة منال، اتكلموا في يعني في نقطة كانت مشتركة بينهم في الكلام كله على الجوفرنس والتشريع بشكل، يعني بشكل أو بآخر ليه علاقة بالتشريع في حتة آليات المحاسبة. يكون في آليات محاسبة قوية جدا للمعطلات اللي بتعطل الاستثمار، وإن ما فيش خريطة واضحة لكل محافظة، وحتة الولاية على الأراضي، ودي مشكلة حقيقية جدا محافظين، ودي حاجات أنا احتكيت بها مع بعض المحافظين، بيبقى عنده مش يعني ما بيقدرش ياخد القرار في حاجه معينه نتيجه ان الارض تبع وزاره او تبع الاوقاف او تبع جهاز تنميه مدينه عمرانيه جديده. فده كله بيصب في ان احنا عندنا مشكله اما في التشريع، ان زي سن تشريعات جديده تخلصني من النقطه دهيت،
او يكون تدخل زي التجربه اللي الدكتوره عبله اتكلمت فيها بتاع وظيفتك جنب بيتك. يعني في اجراءات كتيره اتحلت وحققت تجربه بشكل او باخر ممكن تكون ناجحه، فممكن بنفس الكيفيه نوجد حل للمشاكل اللي لها علاقه بمعطلات التنميه او بالبيروقراطيه اللي احنا بنشتكي منها كلنا. شكرا. شكرا. اتفضل حضرتك. كان السلام عليكم. تامر سامي، باحث اقتصادي في شركه قبضه لمياه الشرب والصرف الصحي. اولا انا بتكلم على موضوع المحافظين، يعني انا بالتوازي مع الاستثمار في المحافظه لازم اتكلم على مين اللي هيقدر يعمل الاستثمار، اللي بيذلل العقبات هو المحافظ. انا اعتقد في وجهه نظري انا وهو يعني كتعليق، هو المحافظين مش فاضيين للكلام ده خالص، لان المحافظين مكبلين بحجم مشاكل رهيب من صرف صحي وميه ورفع كمام يومي وطرق ومرور، ما عندوش الوقت الكافي اللي هو يقدر يعمل استثمار في المحافظه ويقدر يفكر انا هقدر ايه النهارده، انا هقدر اعمل ايه في المحافظه النهارده عشان انهض بها اقتصاديا او اجذب، او ايه اللي عندي من تعديات على الاراضي او املاك الدوله. ما عندوش هو الوقت ده خالص ان هو يفكر في اي حاجه من الحاجات دي، طول النهار هو بيحل مشاكل ما بين الشركات، مين اللي عنده في ليه فلوس عند مين، المترو ليه فلوس عند الكهرباء والكهرباء عايزه فلوس من الميه والميه، هو ما عندوش الوقت ده ان هو يخلص. شكرا. طيب شكرا جزيلا. كان في اخر تعقيب ناخده دلوقتي، اتفضل حاجة. محمد خميس من مؤسسة الإغاثة والطوارئ، الجمعية الأهلية. في نقطة نوح مؤشر جودة الريف لدكتورة عودة، مؤشر جودة الحياة في الريف المصري، كنت عايز أسأل حضرتك إزاي نعظم نتائج اللي طلعنا بيها من التجربة السابقة لمؤشر الريف ونصيغ منها مشاريع للبنية التحتية أو لمشاريع لتأهيل للشباب في المناطق المستهدفة دي، وده أكيد هيبقى ليه مردود على توفير العمالة المدربة اللي احنا كنا بنتكلم عليها لتغذية القطاع الصناعي. النقطة الثانية برضو متصلة بالعمالة المدربة، احنا الحقيقة بنفتقد ان يبقى في بلاتفورم واحدة تقدر كل الناس سواء كانت مصانع او شركات القطاع الصناعي يقدر يدخل عليها يلاقي داتا للشباب اللي بيتم تدريبهم وتأهيلهم داخل الجامعات الاهلية. في كتير من الجامعات الاهلية بتشتغل على فكرة تمكين الشباب وتدريبه وتأهيله على مهن ومهارات وحرف مختلفة، لكن نبقى ان احنا عاملين زي الجزر المنعزلة، كل NGO عندها مجموعة مشروع كبير من الشباب دربتهم، كل مصنع عنده اتحاد الصناعات عنده بلاتفورم، الغرفة الألمانية عندها البلاتفورم بتاعتها، الغرفة التجارية كذلك. ما عندناش منصة شاسعة نقدر نلنك فيها، أنا كNGO أقدر أقول والله أنا دربت 100 شخص خدوا سيفيهاتهم إيه ابتدوا أعملهم انتجريت في الفرص الموجود. النقطة الثالثة وهي التجربة المثيرة لمؤشر جودة الحياة، محتاجين نعيدها مرة تانية على المناطق الغير آمنة والمناطق المهمشة أكثر تحديدا، لأنها يعني هي أكيد فيها خطورة كبيرة زي الريف، وتغذيتها أو إن احنا نصيغ برامج تنموية تحسن من وضع البيئة ده أكيد هيخرج لنا شباب قادر على إن هو يغذي قطاع الصناعات بمهارات وعقول مختلفة. دي مشاركتي وشكرا. أوكي. شكرا جزيلا. هندي الفرصة للسادة المتحدثين للتعقيب، الاستجابة للأسئلة والتعليقات وللتعقيب في ملاحظات ختامية، يعني برضو لتغطية النقط اللي ممكن تكون ما كناش غطناها حتى الآن. أنا بس يعني قبل ما أعمل كده حابب أقول الفجوات اللي لسه ما غطناهاش في الحوار بقدر كافي، ويمكن ده برضو بسبب أن ما عندناش صوت الإدارة المحلية حاضر معانا قوي، هو فرضاً أن حصل نوع من التمكين ولا مركزية وما إلى آخره، الإدارة المحلية كيف ستقوم؟ إيه الآليات؟ إيه طريقة التنظيم اللي من خلال الإدارة المحلية تقدر إن هي تنظم العمل وتوضح للجميع سواء كان القطاع الخاص أو الحكومة المركزية إن هي قادرة على إدارة منظومة جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد المحلي. هبدأ بأستاذة منال المرة دي، نبدأ من اليمين. أستاذة منال تفضلي حضرتك. أنا يمكن في بعض النقاط أنا مش حاضر أتكلم عليها لأنها محتاجة يعني رد من الحكومة تحديداً من وزارة التنمية المحلية، ولكن أنا في ثلاث نقط عايزة أرد عليهم سريعاً. أولاً بداية بالتدريب، أنا مع احترامي لكافة مؤسسات المجتمع المدني اللي بتعمل تدريب مهني للشباب، أنا نفسي المنظومة تتقلب بالعكس،
يعني قبل ما اعمل برنامج التدريب خلينا اشوف الفرص المتاحه في المصانع ايه وابتدي ادرب واربط التدريب بالتشغيل، لان ده ما بيحصلش، وبالتالي بلاقي شباب كتير جدا مدرب ومعاه شهادات لكن رجع تاني ما فيش شغل، فارجو انها تتقلب، وده اللي يمكن بنعمله في صندوق تحيا مصر. الحاجة الثانية، تفضلت حضرتك كان هنا في تعليقين ان في عند حضرتك المنظومة الفاليو تشين كاملة، لكن مش عارف تبتدي منين او تروح لمين عشان تبتدي من اول الفيدنج للسمول. انا بدعو حضرتك لصندوق تحيا مصر، احنا التمويل متاح وانا ينقصني الفاليو تشين، فياريت تتشرفنا في الصندوق. حاجة أخيرة بالنسبة لصناعة التكستايل اللي حضرتك تشرفت وقلت عليها، هو فعلا في مشكلة في الاحتكار للبرودكت، لكن احنا دايما لما بنقول هنعمل فاليو تشين من اول المايكرو بزنس للسمول للميديوم، المفروض ان المايكرو ما بيديش منتج نهائي يا فندم، يعني المايكرو ده بيبقى جزء من منظومة الانتاج، بحيث ان الميديوم بزنس يبقى زي ما بنقول عنده كيان فيه كل التروس اللي موجودة، ما يقدرش يستغنى عن الفيدنج اندستري، فدي يمكن بتمنع شوية. لكن احنا لما بنقول في فاليو تشين ما بين التلاتة سكيلز في الاس ام اي سبكترم، كان المقصود بيه جانب تمويلي وجانب كواليتي كنترول وجانب تعليمي وتدريب ونو هاو، وان هو يشتغل على انترميديت تكنولوجي. شكرا. شكرا يا فندم. استاذ حسين اتفضل. انا هقول كلمه سريعه عن برضو تجربتنا في تنفيذ المشروع، على الرغم انه المستشفى اللي احنا عملناها دي بتعالج المواطنين بالمجان تماما، الا انه لما جينا نتعامل لقينا طبعا انه تعاملنا مع الاداره المركزيه في القاهره للحصول على الارض، ودي كانت اكبر عقبه قابلناها في تنفيذ المشروع. المحافظه ما عندهاش اراضي تديها الا اذا كانت في نطاق مجتمع عمران جديد او منطقه صناعيه مقننه ومخصصه لهذا الغرض. فالى الان طبعا الاداره المركزيه هي التي بتاخد القرارات المهمه جدا، على الرغم انه سياده المحافظ في الاقصر متعاون وبيساعد وكل حاجه، لكن في النهايه هو الى الان طبعا زي ما حضراتكم عارفين غير ممكن. فانا اعتقد عشان نزيد من الاستثمارات ونسرع من وتيره التنميه في المحافظات، لابد طبعا انه يتغير النظام المركزي ويمكن المحافظين بحيث انه يبقى فعلا هو حاكم الاقليم في مكانه. غير كده طبعا الناس هتعاني وكل حد هيدور يروح الاداره المركزيه وشوف اذا كان يعرف حد يساعده ولا لا. شكرا. شكرا يا فندم. هاخد نعكس هنا. استاذه منال اتفضلي. هي نختم دكتور عبد. انا عايز اعترف بس ان الصوت عندي مش واضح خالص، يعني فانا هحاول على قد ما سمعت الاسئله. اعتقد ان كان في سؤال على اللجنه اللي في المحافظات ومدى تفرغ المحافظ انه قادر على اداره هذا العمل او اداره هذه القطاع. لا، المحافظ مش هو اللي بيدير الموضوع لوحده، ولكن بيبقى في لجنه. هذه اللجنه مكونه من قيادات من المجتمع المدني، قيادات من القطاع الخاص، قيادات من الحكومه، بيعملوا خطه تشاركيه بناء على المزايا الموجوده في المجتمع لرسم الخطط الاستثماريه. الموضوع ده اوريدي خلص، يعني احنا اتفرجنا على نتاج هذا العمل، يعني هو مش بس شغال، لا هو اخد مرحله وخلص وطلعت خرائط استثماريه على مستوى المحافظات، اوريدي دلوقتي بيتم ميكانتها ووضعها على الانترنت، لكن احنا يعني اتفرجنا عليها از برزنتيشن، بس هي دلوقتي بتتحط على اونلاين، ففي دور كبير اتعمل في الجزئيه بتاعت الخرائط الاستثماريه. اللجان الموجودة على كل محافظة بيبقى لها الحقيقة أكتر من دور. دور منها لما حد كان بيتكلم على موارد العمالة أو العمالة المتخصصة ومدى توفرها، دور منها أن هي بتجمع المعلومات الخارجة من المدارس الفنية، من مراكز التدريب المهني، من الجامعات، بتعمل كلاسيفيكيشن للمعلومات دي
بتشوف فين العمالة المدربة والعمالة الناقصة، وبعدين بتقارنها المفروض بالخطط الاستثمارية، فبتطلع جابس بتطلع عليها خطط التدريب المهني للفترة اللي جاية. احنا بنتكلم على الحاجات اللي احنا اوريدي في حاجات ابتدت على الارض، يعني غير اللي كان موجود الفترة اللي فاتت، في حاجات ابتدت على الارض الفترة اللي فاتت. احنا عارفين يعني انا بصراحة كنت كل ما بهاجم في حتة بلاقي في شغل معمول باخراج سيء لان مش معلن عنه كويس. آليات المحاسبة والتقييم، آليات المحاسبة والتقييم على قد ما تكون الخدمات معلنة بأطورها الزمنية معلنة بالفلوس حتى الرسوم بتاعتها معلنة، كل ما قللت الفساد وكل ما خليت زائد ان ذكر واضح لمؤشرات المتابعة والتقييم اللي انا هرصدها على كل فترة زمنية، وتعيين مين المنوط بإتمام هذه المهمة، ده بيخليني أقدر أرجع وأقارن أنا وصلت الأهداف بتاعتي ولا لا. كمان أنا كنت طلبت طلب الحقيقة أن تربط ما بين مكاتب الشكاوى في الجهات الحكومية وبين آليات تقييم الموظفين، بحيث أن لو أنا في موظف طول الوقت بتجيني شكاوي عليه، منفعش أن هو ياخد الحافز بتاعه زي موظف تاني ما بيجيش اي شكاوي ضده، فبالتالي لازم تكون في آلية الربط علشان تبقى آلية المحاسبة موضوعية. كمان لازم يكون في خطوط ساخنة او اونلاين او بايميلات او باي طريقة ما، اي طريقة، بس لازم اوفر آليات للمواطن ان صوته يبقى مسموع، لان ده هيفضح كثير من الفساد وهيفضح كثير من الآليات اللي بتمشي غلط. يعني أول أنا أعتقد أول جزء في القضاء على الفساد وأول جزء الإتمام الخطط كما هي منوطة الإعلان عنها والإعلان عن آليات الرجوع عليها وتوفير المعلومات اللازمة. في مؤشر جودة الحياة، مؤشر جودة الحياة خلينا نقول إن إحنا خلال الفترة اللي ما قبل الثورة كان في نسبة نمو اقتصادي كويس، ولكن كانت عدالة توزيع ثمار التنمية مش كويسة، لكن كان المؤشر لما بنقيسه في المجمل بتاعه في المجمل على كل المجتمع بيبان ان احنا عاملين فرق وبيبان ان احنا عاملين تقدم، ولكن لا يوجد اثر على الفقراء، كان الاثر فقط على الاغنياء. ازاي ان احنا نقدر دلوقتي نعيد او نحاول ان احنا يبقى عندنا آلية لتوزيع ثمار التنمية على الفئات المهمشة قبل ما تبقى على الفئات الغنية؟ يعني أعتقد أن دي جزئية مهمة زي نتفاعل معها الفترة الجاية. أنا يعني هرد على كذا نقطة من اللي تقالوا في عجالة. أولاً النقطة الخاصة بخطة المحافظات وأن هل المحافظات عندها خطط ولا ما عندهاش، وزي ما الأستاذة منال قالت في جهود في هذا الاتجاه، بس في نقطة مهمة جداً، خطط المحافظات مش لازم تكون واقفة لوحدها كده، مفروض أن الأصل يكون فيه خطة استثمارية على مستوى الدولة كلها بتقول الإمكانيات فين، لازم يكون في وصف لمصر ووصف المحافظات بما لديها من إمكانات، ونقول إحنا عايزين نحقق الهدف الفلاني فيما يخص الفقر وفيما يخص التشغيل وفيما يخص كذا، وده هيتحقق يبقى في بقى طريق يبتدي يتضح. دي القطاعات اللي انا محتاجه ان اركز عليها، ده نوع الطاقه اللي انا محتاجه، ده كذا ده كذا، ويترجم ده الى حوافز اقدر اخلي الاستثمار يروح في الاتجاهات المظبوط. الخريطه دي بالشكل ده لسه مش موجوده، وبالتالي الخطط اللي بتعمل على مستوى المحافظه جوه المحافظه كده هتبقى جيده وكل حاجه لكن لن تكفي. دي نقطه مهمه قوي. النقطه الثانيه اللي اثرها الدكتور علي ونقطه صح 100%، اكيد طبعا دي مش حاجه في اللونج ران خالص، الرابطه اللي ما بين المصنع الراعي والمصنع الصغير مؤقتة مدتها 3 سنين فقط لحد ما يسدد القرض، أنا بحميه لحد ما يسدد القرض، وبعدين هي رابطة لطيفة جدا. المصنع الكبير ما يقدرش ما يشتريش منه، لكن المصنع الصغير إذا لقى نفسه عنده فرصة أفضل ممكن ينسحب من هذا الاتفاق، فهي القصة أن أنا أوقفه على رجليه وأنه هو طول ما هو عليه التزام بقرض أنا سنداه، سنداه مش بدعم لكن سنداه بان انا موفره له فرصه التسويق. واللطيف ان المصانع اللي شغاله دلوقتي اللي هم 6 مصانع اللي اشتغلوا كلهم بالاضافه للشغل اللي بيعملوه للشركه الكبيره او الشركه الراعيه بيعملوا شغل خاص بيهم هم للسوق الخارجي، فالقطاع بتاع الملابس الجاهزه من القطاعات الواعده جدا في الحته دي، وبالتالي هم يمكن يكبروا ويتنوعوا ويجمعوا كل اللي انت عايزه، فما فيش خوف من الحته دي خالص.
النقطة الخاصة بالتشريع والتنفيذ والرقابة، أنا في اعتقادي الشخصي إن إذا ما كانش يبقى فيه رقابة جاية من المجتمع المدني مش هيتصلح الحال أبداً، لأن ما ينفعش إن الحكومة هي اللي بتخطط وتنفذ وتشوف هي نفذت قد إيه وتراقب على نفسها وتسقف لنفسها، ما ينفعش، لازم يكون المجتمع المدني هو اللي بيقيم هذه التجربة. النقطة اللي في حد قال، الأستاذ اللي قال المحافظ مش فاضي إنه يحل المشاكل وبتاع، أنا معاك 100%، هو فعلا حاليا مش فاضي، لأن إحنا عندنا مشكلة مؤسسية، إحنا محتاجين إصلاح مؤسسي. إصلاح مؤسسي يعني إيه؟ يعني يتعرف الجهات وعلاقتها ببعض، إيه هي قواعد العمل ونحترم هذه القواعد. فالمحافظ له دور، والأجهزة اللي تحته لها دور، المجالس المحلية لها دور، المكتب الفني بتاعه له دور، مركز المعلومات اللي عنده له دور. لو اتعمل الإصلاح المؤسسي بشكل سليم، العملية الإنتاجية كلها والتشغيل هتنطلق لوحدها. لكن احنا للأسف الحتة دي لسه ما هيش واخدة مننا الأولوية الكافية. مؤشر جودة الحياة، احنا كنا عملنا حاجة في المركز المصري للدراسات الاقتصادية اللي انا بشرف برضو برئاسته، كنا خدنا المعلومات اللي طالعة من جهاز التعبئة والإحصاء، كانوا عاملين استبيان كبير جدا على 4500 قرية اللي هي كل قرى مصر تقريبا، في تفاصيل رهيبة اتعملت وتركنت ما لم يستفيد منها احد، ناخدناها في المركز وحللناها وطلعنا بها خطه للمحافظه فيها الاولويات، ايه اكتر قرى محتاجه تدخل، ايه المجال اللي هي محتاجه تتدخل فيه، المسؤوليه فين، وترفع هذا التقرير لرئاسه الجمهوريه وترفع للساده المحافظين، بحيث ان هم يعني المعلومات مفروض يتبنى على اساسها خطه عمل فعلا ممكن تستفيد منها المحافظه، فتبقى عارفه اولوياتها فين. لو في مجتمع المدني عايز يتدخل في قطاع التعليم، يبقى عارف انه الاولويه في مشكله التعليم في هذا المكان موجوده في القرى دي، فيعرف يروح فين. فالخريطه دي هتفيد الجميع، واحنا عملناها لحوالي 13 محافظه ومكملين فيها. النقطه اللي ذكرت الخاصه بيه، ان احنا جزر منعزله، ان في ان جي اوز بتدرب، فعلا في ان جي اوز بتدرب، في جهات حكوميه بتدرب، في حاجات كتيره جدا، ومشكلتنا ان احنا ما احناش منسقين ده مع بعض. وكان في مقترح كان طلع بيه المجلس الاستشاري لرئاسه الجمهوريه، انه لازم يكون في جهاز تنسيقي للمشاريع الصغيره، جهاز تنسيقي يختلف عن الهيئه اللي هي تم انشائها، نتكلم على جهاز تنسيقي على مستوى رئاسه الوزراء، يكون هو اللي عنده المعلومات اللي فيها كل ما هو متاح، المعلومات اللي فيها ايه نوع الحوافز اللي عايزة تتقدم، حاجات كتيرة جدا، وهو ما يكونش بيتعامل بشكل مباشر في تقديم الـ 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 القروض مثلا للمشاريع الصغيرة، لكن يضع السياسات ويضع الاستراتيجيات ويكون عنده هذا الكم من جمع المعلومات. وكانت شركة مايكروسوفت تقدمت باقتراح جيد جدا في هذا الاتجاه، بس الأمور بطيئة سنة صغيرة. أخيرا النقطة اللي قالها الدكتور خالد الخاصة بآليات الإدارة المحلية وكيف ستقوم بكذا، آليات الإدارة المحلية حاليا في قمة الضعف، سواء كانت من الإمكانيات البشرية أو في نظامها، بس الغلطة مش في المحافظة، وما أقدرش أقول للمحافظ أنت هتعمل إيه. أنا صح إن أنا أحط النظام المؤسسي السليم اللي بيبين إيه العلاقة بالضبط بين السلطة المركزية والسلطة المحلية وعلى أنهي مستوى. أما أكون بتكلم على إنشاء مدرسة المحل يقدر يعملها، لكن لما اكون بتكلم على نوع المناهج اللي في المدرسه واسلوب التعليم ده لازم يكون بيتعامل مركزيا. فهي القصه مش قصه كله مركزي وكله لا او كله لا مركزي، هي ايه المستوى بتاع كل حاجه اللي المفروض يكون مركزي وايه اللي يكون لا مركزي، وازاي امكن المحافظ ان هو يقدر يعمل شغله واحط له الاسلوب الاداري. انا في اعتقادي وعندي يقين في هذا، ان البلد دي لو اتعمل فيها اصلاح مؤسسي سليم، اصلاح مؤسسي يعني قواعد العمل في الحاجات المختلفه اتعرفت، والعلاقات بين الاجهزه اتعرفت، والكوردينيشن السليمه ما بين الوزارات ما بين كل الجهات المعنيه اتحطت، كل مشاكل مصر هتتحل من غير يعني حتى من غير قروض ومن غير حاجات كتير، والاستثمار هيجي لوحده كمان، لان انا المستثمر المحلي لو لقى سكته بسهوله واتحلت مشاكله، المستثمر الاجنبي هيجي والدنيا هتمشي كويس قوي قوي. شكرا دكتور عبلة. استاذ حسين عنده استدراك بس كده لنقطه سريعه على مساله توزيع ثمار التنميه. طبعا انا موافق 100% انه موضوع تساقط الثمار ده كان نظريه لم يثبت نجاحها، وبالتالي لابد انه نروح احنا نعمل الاستثمارات في المحافظات. يعني خطه الدوله والخريطة اللي الدكتورة عبلة أشارت ليها
مهمة جدا انها تحط خطة خريطة استثمارية على مستوى قومي وتوزعها على المحافظات وتستخدم الحوافز لتحقيقها وتجذب القطاع الخاص ويكون في صناعات كبيرة صناعات ذات يعني كثافة عمالية بحيث انها تستوعب عدد كبير من العمالة وهو ده اللي هيحقق التنمية في رأيي. مصانع في هذه الأماكن بتيجي وراها مدرسة بيجي معها طريق بيجي معها كهرباء بيجي معها تعليم بيتعلم المواطن الفلاح القروي النمطية في العمل ومن هنا بترتقي القرية إلى مستوى المدينة ويرتفع مستوى معيشة الأفراد. فأنا شايف يعني نقطتين مهمين جداً ان احنا نروح نعمل التنمية وهذا لا يمنع ان احنا نعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة على مستوى القرية وعلى مستوى المحافظ ولكن القاطرة اللي هتقوم وهتستوعب عمالة كبيرة لابد ان احنا نروح نعمل مصانع كبرى ما تبقاش بس موضوع 6 اكتوبر وعشر من رمضان وهكذا لابد ان احنا نروح في الاقاليم في المحافظات الاكثر فقرا ونعمل عندها التنمية بشكل مهم. شكرا. شكرا يا فندم. انا هحاول اوجز سريعا في حوالي 5 دقائق النقاط اللي خلصنا اليها من الحوار. مبدئيا لو بنتكلم على ان الاستثمار يتم توطينه في المحافظات وده توجه الدولة بتسعى فيه من خلال مناطق لجذب الاستثمار زي مشروعات قومية اقليمية ولكن توطينه في المحافظات لا يزال فيه عقبات كتيرة. اول حاجة دور الحكومة المركزية اللامركزية تطبيق حقيقي للامركزية. الدستور بينص على ان الدولة تطبق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية فعايزين نشوف تنفيذ قوي لهذا الموضوع يعمل نوع من التوزيع المتوازن للأدوار بين الحكومة المركزية وما بين الإدارة المحلية. الحكومة المركزية زي ما ذكرتوا حضراتكم هي دورها السياسات والتشريع قانون الاستثمار قوانين اللي لها علاقة بالتحكم في الموارد العامة زي على المستوى المحلي زي المتحصلات المحلية وزي الأراضي وما إلى آخره والإصلاح المؤسسي علشان يصبح الإدارات على المستوى المحلي قادرة بالفعل على تولي عملية إدارة الاقتصاد وجذب الاستثمار. فدي نقطة أساسية السياسات العامة والجانب التشريعي. في نفس الوقت الجانب التخطيطي برضو حضراتكم أشرتوا إليه توفر قواعد معلومات حقيقية وبناء عليها خطط محلية لكل محافظة. على فكرة في هيئات كثيرة في الدولة قائمة على ده. الهيئة العامة للاستثمار منوطة بأن هي تعمل خرائط الاستثمار في المحافظات. هيئة التنمية الصناعية عندها خريطة صناعية لمصر فيها الفرص الصناعية بناء على الموارد الطبيعية الموجودة. هيئة التنمية الزراعية عندها خريطة للأراضي لاستصلاح وفرص الاستثمار في قطاع الزراعة وهكذا. ولكن هذه القطاعات لا تتحدث إلى بعضها البعض وليس لها تنسيق في خطة شاملة للتنمية المحلية المتكاملة على مستوى كل محافظة. فده الجهد اللي أعتقد وزارة التنمية المحلية مهتمية حاليا به وضع هذه الخطط وقانون الإدارة المحلية مسودة قانون الإدارة المحلية جديد متضمن قصة التخطيط المحلي ده وتقويته. الجانب الثالث في غاية الأهمية هو الجانب الإجرائي. طب لو توفرت مناخ اللامركزية والتمكين وتم تقوية الإدارة المحلية وبقى عندنا خطط واضحة إزاي هننفذ على أرض الواقع محتاجين بقى حوكمة الاستثمار محتاجين جوانب المشاركة والشفافية ومكافحة الفساد وإزاي إن الإدارة المحلية تتبنى كل هذه الجوانب في الناحية الإجرائية عشان تبقى قادرة كمان توصل لجودة تقديم أو دعم الاستثمار. متطلبات الاستثمار في المحافظات اللي لقيناها القطاع الخاص والمجتمع المدني بيسعى ان هي تكون موجودة إدارة جيدة وكفاءة فنية وما إلى آخره إزاي تتوجد في المحافظات ده هي بالعافية متوفرة في المدن الكبرى زي القاهرة الكبرى واسكندرية. وده بينقلنا لنقطة أخيرة بنختم بيها وهي دور المجتمع المدني والقطاع الخاص. المجتمع المدني ليه دور مكمل في غاية الأهمية للدعم الفني زي التدريب وما إلى آخره للرقابة وكمان للقيام بأدوار في تنمية التنمية المحلية سواء كان في البنية الأساسية سواء كان في الخدمات العامة اللي هي بتكمل مناخ الاستثمار وتسهم في تحسين جودة الحياة. القطاع الخاص طبعا
أعتقد أنه مستعد، بس محتاج يلاقي نقاط البداية، محتاج مستعد للمشاركة، محتاج أنه هو اللي يتجذب، بس يجب أنه هو يشارك في تحديد الاحتياجات والإمكانيات لكل إقليم، محتاج أنه هو يشارك في وضع الخطط التنموية المحلية، وساعتها يكون جاهز للاستثمار. أنا بشكر المتحدثين دكتورة عبد اللطيف، أستاذة منال شاهين، أستاذة منال الجميل، وأستاذ حسين، حضراتكم للمشاركة الفعالة، وبشكر السادة الحضور، وبستأذن حضراتكم نرفع الجلسة. شكرا جزيلا. شكرا دكتور خالد عبد الحليم، شكرا أيضا السيدة منال شاهين والدكتورة عبلة عبد اللطيف والأستاذ حسين شكري، وبالتأكيد الأستاذة منال ماهر الجميل عضو مجلس النواب. الحقيقة